برده برد. المهم خوتي السلام عليكم، تحياتي لكم اينما كنتم، معكم ديب من قناه مغربي في قطر. مرحبا بكم اخوتي، لكنتي اول مره كتشوف هذه القناه هذه فمرحبا بك اخويا، كنتشرفوا بك. قلت لك تنضمينا تبعت تحت تلقى واحد المربع صغير تابونا، تولي من اصحاب ديب، ولا كنتي من العشره اللي كنحبهم ويحبونا ودائما عند حسن الظن ديالنا اللي دائما كيدعمونا، غتبعت تحت وغدير لايك لهذا الفيديو اخوتي. بغيتكم توصلوا لي هذا الفيديو هذا 150 لايك، سي حاجه صغيره. المهم اليوم اخوتي جيت اخوتي لهاد الحديقه هذه اسباير، اليوم 18 شهر 12 كما كتعرفوا، هذا التاريخ هذا كيوافق اليوم الوطني ديال قطر. اليوم كاينه عطله، ما كاين لا خدمه لا والو، ما خدمناش. المهم ضل لي بقيت الصباح، صبحتنا عشويه، خرجت حتى العشيه، جيت لهنايا لهاد الحديقه هذه كما كتشوفوا، حديقه فيها تكونوا فيها العوائل، بغى يدير الرياضه هنا، اللي بغى يتحرك، اللي بغى، المهم اللي بغى يمارس شي نشاط، يبدل الجو شويه. المهم بعدا هنا كتنفس شويه الجو، كتبدل الجو، كتولي تحس براسك مزيان. جيت لهنا اخوتي، ضربت الدويره، تحركت شويه، دخلت لفيلاجيو، ضربت واحد الدويره كذلك ومثال كما كتعرفوا، صورت لكم شي حويجات تما، نتمنى يعجبوكم. ما تنساوش اخوتي الدعم ديالكم كي فرح. كنشوفو المنظر رائع صراحة، بلاصة واعرة. كنشوفو الخلفية رائعة، هذا اللي كيبان لكم من فوق داير بحال السحاب، لكن هو عامر صح، غير اصطناعي. ورا شي الوقت دابا الساعة هاديك راه شي 10 ديال الليل، ولكن كيبان لكم هنا بحال كاين نهار، هذا كل اجواء اصطناعيه ولكن رائعه كما كتشوفوا هي في الكوليزا. متنساوش اخوتي دعمونا بلايك، هذا الكوليزا في الصراحه باش زوين. هذا كارفور غادي ندخل ليه دابا، شوفوا بانوا شي حوايجات زوينين تما. هادو شجرة ديال أعياد الميلاد اللي بغا يحتفل، هذا هي بغا يزين الشجرة ديال عيد الميلاد، كيزينو بيهم هادو بالنسبة لي تحتفلو بعيد الميلاد، التوشيط تعلقوهم في الشجرة بحال هادي. هادو هنا مجموعة من الأشجار، أجر أنا في الشجرة هادي دايرة 89 ريال، لي دايرة 125، هادي دايرة شي 225 ريال قطعًا، يعني شي 500 درهم مغربي. الأضواء باش يتزينو، مجموعة من الأضواء. شوفو أخوتي هاد البيانو ياماها، رائع. شي كوتا كوتا، هذا تا هو لون اخر.
شي رائعة. السعر ديالو 4,399 ريال قطري، مليون مغربي 10,000 درهم. هنا مجموعة من الآلات الموسيقية، الجيتارات كلشي كوتو كوتو. هذا الجيتار حتى هو مكسيكي. صراحة مشيت واعرين هنا، شو هذا كبير قطار شو ما بابا اخوتي، قطارات كبيرين شو لا الكتريك، هذا الكتريك. مجموعة من الأدوات الموسيقية هنا صراحة ويجوا عالين هنا صراحة. كي راه دايرين الثمن، شوف مثلا على هاد الهوفر، هاد الهوفر هذا هي 799، 799، ولكن راه الصوت ديالو غادي يكون نحيل عاوتاني. شوف اخوتي الآلة هادي الكمان جا كي دايرة كوتا كوتا صغيرة، مكتيش فنان بلا ما تشدها في يدك الكمانجة. والفوق عاوتاني لا كيتار كيدير الكتريك، تا هو كلو جيج. هادي ترومبيت ديال الجاز صراحة، صراحة اشياء رائعين هنا والله، حوايج زوينين بزاف. سون كومونتير بدون تعليق، خلي لكم التعليق نتوما تعلقوا على هذا الشيء. اخوتي لا قطارة كي دايرة الكتريك، وحش وحش ماشي قطارة، وحش. السعر ديالها 1999، 1999 شي 2000 ريال قطري، دايرة شي 3000 درهم مغربي. هادشي دابا غادي نوريكم واحد الكاميرا اللي كيخدمو بها كاع الدراري الفلوغات تقريبا، صوني هي هادا. شحال التمن ديالها؟ دايره شي 1699، 1699 يعني كاميرا واعرة. كيف هادي الكاميرا هي كيما كتشوفو خوتي، عندها هاد الشاشة باش الدراري كيخدمو بها بزاف، عندها هاد الشاشة هادي كتقلب اللور يمكنك تشدها بحال هكا، تشدها بحال هكا وتفلوغي بها بحال هكا، زوينه وخفيفه. دايره شحال؟ دايره 1699. ان شاء الله غادي ناخذ بحالها، ان شاء الله ندورو شويه ديال الحركه، ان شاء الله غادي ناخذ شويه وحده بحالها. رخيصه صراحه، دايره شحال قول شي 1699، دايره قول شي 60,000 ريال مغربيه، شي 3000 درهم. هادي اذا قلتي دابا دايره شي 3000 درهم مغربيه. ان شاء الله غادي ناخذ بحالها، ان شاء الله ضروري وندورو شويه ديال الصريف، ان شاء الله غادي ناخذوها. هذه باش غنبقاو نخدم. كاين هذه صغيره عليها حالة تقريبا حتى هي، غير هي هذه ما عندهاش داك الشاشه اللي كتقرب، هذه دايره 2000 درهم، هذه الشاشه ديالها لاصقه ما كتقربش. الاخرى الشاشه ديالها يمكن لك تشوف فيها وانت تصور، تقلبها وانت تصور بها، زوينه صافي.